أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. سعيدين بالتواصل معاكم باختيار مجموعة من الأهداف المميزة على المستوى المحلي، على المستوى الخليجي، الأسيوي، العربي. دائما نسعى من خلال هذا البرنامج تكون هناك مجموعة من الأهداف المميزة، واليوم إن شاء الله خاشين لكم أقوال رايد حلوة. بعد الفاصل لن نعوده. في 24/10/1991 لعب النادي العربي أمام فريق النصر العماني في عام 91، مثل ما حكيت فترة تعود إلى سنوات وسنوات طويلة. دعونا نعيد ذلك الزمن الجميل، العربي والنصر العماني عام 1991، نشوف المباراة يا بعض. وهذه الضربة الركنية اللي راح يلعبها أحمد عسكر في الدقيقة 28. أحمد عسكر وتلعب الكرة خطرة، جول! ها جول! وهذه الضربة الركنية، هذه الضربة الركنية اللي نبيها يا أحمد عسكر، مسجل منها في الدقيقة 27، في الدقيقة 28، في الدقيقة 28 يسجل أحمد عسكر. أسامة حسين هو اللي يسجل الهدف. أحمد وفاضل، هذه عادة من أحمد عسكر. شوف فاضل لعبها لمسة حلوة، أسامة حسين يلعبها. شوف رقم 2 تستاهل يا أسامة على الجول الحلو، جول حلو من ضربة ركنية. هذه عادة حلوة. وتوصل ناحية سامي اللنقاوي. أحمد حلوة من عبا، ما فيها شيء. منصور باشا مع عمر. منصور والله منصور، حلو. الله يا منصور، والله انك منصور على الكرة. حلوة يعدني فيها ويعلقها فوق في الدقيقة 15. الهدف الثاني، وهذا الشيخ بندر جابر الأحمد الصباح، رئيس نادي العربي ورئيس الوفد، رئيس وفد النادي العربي. هذه عادة. شوف منصور يغطي عليه، لكن يحاول يموه بجسمه ويعدي منه، مرة ثانية يعدي. شوف شلون ويطلع لحارس المرمى ويحطها بالزاوية الثانية. هذه حلوة كرة حلوة. هذه عادة مرة ثانية. هذه عادة أيضا. وسمعوا بالإذاعة أيضا إعادة. شوفها قوية وقول حلوة. في 6/11/91 لعب فريقان كبيران في الكرة الكويتية والسعودية، النصر والعربي الكويتي. والنصر كان ذاك الوقت بتعرفون ما يحتاج السهم الملتهب ماجد أحمد عبد الله، أحد النجوم الكبار. وكان العربي أيضا فريق مميز، وتذكرون كلكم أحد النجوم المميزين الهدافين كان فايز خليفة الفليج، أيضا كان من اللاعبين المميزين في تلك المرحلة. دعونا نتوقف أمام مباراة قديمة جدا جمعت النصر السعودي والعربي الكويتي عام 1991، يمكن الناس ناسينها. خلونا نشوف الأقوال. 4 مباريات فاز في 1، تعادل في 3، لم يخسر أي مباراة، سجل 6 أهداف ومني مرمى 2 ورصيده 5 نقاط. كرة بتلعب العربي الكويتي، حاول يعلي بعرض الملعب، خطرة عنبر روس، الله المباراة. وفي الدقيقة السادسة، الله، راح نشوفها بالإعادة، راح نشوف هدف عنبر سعيد، واللي كنت أنا أتحدث عنه مع بداية هذه البطولة بأنه ما برز إطلاقا. شوف الكرة لما تعلت من الجهة اليمنى، وشوف عنبر، جنب طالع وحطها على يسار خالد الصبياني، محرز أول أهداف هذه المباراة وأول أهداف نادي العربي الكويتي في الدقيقة السادسة. شوف عنبر، يحرز أول أهداف هذه المباراة. إذن الرياضيين زمن الشوط الأول من المباراة، وما زال العربي الكويتي متقدم بهدف عن طريق اللاعب عنبر سعيد في الدقيقة السادسة. أحمد عسكر لاعب خط نص العربي،
راح ينفذ. خطأ، كرة خطر العربي، تلعب ساقطة بالراس من منصور باشا وعنبر، وكرة وصل خطأ وتلعب جول جول جول. منصور باشا، منصور باشا يحرز ثاني أهداف العربي الكويتي، منصور باشا يحرز ثاني أهداف العربي الكويتي. وراح نشوف هذا الهدف بالإعادة مرسوم مرسوم، وهذا مشجع العربي الكويتي، وهذا منصور باشا اللي أحرز الهدف في الدقيقة 37. شوف 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 عسكر الله ما علاها، وشوف منصور حطها، منصور باشا حطها في البداية، وصلت لعنبر، عنبر هيها لمنصور، خلصها في المرمى وعلى يسار خالد الصبياني، وإعادة مرة ثانية لهدف منصور باشا، والهدف الثاني للعربي الكويتي. شوف 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 عنبر، شوف تأيته حلوة حلوة لمنصور باشا، وحطها سهلة في مرمى خالد الصبياني. انتهت المباراة على هذا الحال، راح يكون غدا هو اليوم الختامي لهذه البطولة. مباراة الغد اللي تجمع السد والبحرين البحريني راح تكون هي المباراة الختامية إذا خسر النصر السعودي. كرة ملعوبة لخالد، لمنصور باشا يتوغل ويحاول يمر داخل منطقة جزاء العربي، خطرة على الطاير، جول جول. يا الله يا حلوة من هدف، مرسوم مرسوم لعزيز لعاشور، حلوة ملعوبة من منصور باشا، وهذا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن مسعود، حلوة ملعوبة من منصور باشا، ملعوبة عرضية أرضية لعزيز عاشور، يحط الهدف الثالث في الدقيقة 16. شوف 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 منصور باشا، وشوف على الطاير، شوف على الطاير رقم 7 عزيز عاشور، بتمر على يمين خالد الصبياني محرز الهدف الثالث للعربي الكويتي. شوف الإعادة مرة ثانية لهدف العربي الكويتي. شوف 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 باشا، شوف تهية الكرة الحلوة هذه على الطاير من عزيز عاشور، بتمر في الزاوية اليمين. إذا خرج بها نادي النصر السعودي في هذه البطولة، ولا مصطفى دريس يعليها وخطرة لسعود الحمالي يفوتها، وفي ركلة جزاء بنالتي، لمسة يد على مدافع العربي الكويتي، الكرة اللي علاها لاعب النصر السعودي، ولمست يد أحد مدافعي العربي الكويتي، وما تردد الدولي، ما طار حسب ركلة جزاء. شوف ركلة جزاء على أحمد عسكر، أحمد عسكر، أحمد عسكر بهدف. والآن ممكن من خلال هذه الركلة يحصل ماجد على الهدف الأول للنصر، والهدف الخامس له شخصيا. يتقدم ماجد ويشوت، جول 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 جول، ماجد عبد الله، ماجد عبد الله يحرز اول اهداف النصر السعودي، والهدف الخامس له شخصيا. هذا اللاعب اللي كنا اليوم نتحدث عنه، هذا اللاعب الدولي الكبير ولاعبنا المحبوب، واللي نتمنى ان شاء الله كل خير، وهذا ماجد عبد الله يتقدم ويحطها على يسار سمير سعيد، محرز الهدف الاول لنادي النصر السعودي في الدقيقة 45. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، كنت سعيدا أن تكونون معاي في مشاهدة هذه الأهداف الجميلة التي شاهدناها في حقب مختلفة، وإن شاء الله الخير بقبال وتقديم مجموعة من الأهداف أيضا المميزة. نشوفكم إن شاء الله على خير باكر إن شاء الله، فالكم طيب اليوم ودوم بإذن الله تعالى، مع السلامة.